حياكم الله مشاهدينا الكرام ولقاء جديد في الحمراء المول الفاخر حقيقة على شاشة تلفزيون دولة الكويت وهذه الغبقة الرمضانية الجميلة. نقول تقبل طاعتكم وأيضا صيامكم وإن شاء الله متواصلين معاكم من الحين إلى الساعة 12:30. بداية اسمحوا لي أمسي على زميلتي نورة مساك الله بالخير. يا هلا وسهلا فيك ومساءك ورد ونور ويا هلا بكل اللي منورينا داخل مول الحمراء الفاخر. ما شاء الله موجودين من الحين الجمهور اللي تابعنا بشكل حي، وأيضا أحب أرحب بكل متابع تابعنا عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت، وأقول لكم حياكم الله معنا في المول مع المقاهي الحلوة والمطاعم الحلوة. وأيضا راح تكون عندنا من خلال برنامجنا غبقة رمضانية راح يكون معنا ضيوف كثار إن شاء الله، بدءا بالنجم الكبير والقدير طارق العلي، ومن ثم راح ننتقل لأكيد شباب كويتيين يعني إن شاء الله ناخذهم بإبداعهم. يمكن هذه الصورة برا أجواءنا حاليا من الحمراء، صورة حقيقية أكيد. يا سلام على الكويت، عسى الله يحفظ الكويت إن شاء الله، ونقول يا حلو جمعتنا سواء على شاشة تلفزيون دولة الكويت أو من المول الحمراء الفاخر. اليوم أجوانا أكيد حلوة، ومثل ما ذكرت زميلتي نورة اليوم عندنا فنان جميل طارق العلي راح يكون معنا في بداية انطلاقتنا لهذه الحلقة. لكن عندي سؤال حق نورة، الإطلالة الجميلة اليوم ليش؟ شكرا مشكور، أكيد راح أوجه تحية لكل من يعني صراحة يخجلوني مركز التجميل الخاص بحنان دشتي، وأيضا أبي أقول تحية فيها حب وود وشكر للمصمم ظاهر، وأيضا أبي يعني الصراحة أبي أشكر بعد المهندس خالد القطان اللي قاعد يباشرنا كل مرة بوصوله عندنا هنا بالحمرة مول الفاخر ويصورني سيشن حلو قبل الهوى وأيضا مع ضيوفنا المتواجدين. أكيد اليوم يميز حلقتنا في عندنا فقرة جميلة يقدمها المعد الزميل خليفة الفلتشاوي، وهي مسلسلات زمن الطيبين. مسلسلات الطيبين راح تكون فيها معلومات قوية، معلومات يمكن الكل ما اطلع عليها اليوم في حلقتنا راح تكون موجودة إن شاء الله هذه الفقرة الجميلة. وبداية انطلاقنا مع منو؟ راح نكون بالبداية أكيد ما يبيله نجم النجوم طارق العلي بيكون موجود معانا، ونذكركم إنه هو بيكون معاكم بعدنا بطارق مول. هلا وسهلا، حياك الله. ذكركم مش قاعد امشي احنا كنا بنطلع فاصل يا ريال اي فاصل تعالوا نطلع على فاصل ونرجع من جديد. عودة جديدة مشاهدينا وغبقة رمضانية، مثل ما شفتوا أجواء ضيفنا اليوم الفنان طارق العلي، مثل ما تعودتوا يمكن اللي متابع برنامج المسابقات طارق مول ممكن ما أخذ على الأجواء هذه. إحنا اليوم يا أبو حمود في غبقة رمضانية، دشيت لنا كذي ما يصير عفست الجدر. حياك الله منورنا يا أبو حمود. الله يحفظكم بارك عليكم الشهر وعسى الله يحفظكم وتعودون إن شاء الله أنتوا وأحبابكم، ونتمنى لكم إن شاء الله طولة العمر. واليوم نورة مزينتنا صراحة، أنا أول ما شفت اللبس الجميل هالشغل العدل ما شاء الله نورة دوم الذويقة باللبس والجهراوي بعد ما نقدر ما يبيله. لا ما شاء الله ذرب، الله يحفظكم إن شاء الله تبارك الله ما شاء الله. مبدع طبعا أكيد بالمسابقات، وبنتكلم عن المسابقات اللي تشوق ما شاء الله على تلفزيون الكويت كل ليلة 12 إلا ربع. بس بنسولف بالبداية بما أن احنا بالحمرة مول نبي نسولف عن ذكرياتك مع الحمرة. والله شوي كان الله يحيي سوالف. الحمراء اول ما انبنى كان ينبني كان عندي هم برنامج، وصعدوني في اسانسير شفت مال العمال شويه خضخض اللي برا زين، يعني حتى كان وياي واحد من الشباب قاعد تربع وقاعد من خرعه والله زين، وتشوفين الارض تحتج العمال شفتوه الاسانسيرات مكشوف خارجيه مال العمال كان، أيوة كان, كان اسود ما كان يعني تبارك الرحمن. واذكر وانا صغير طبعا بالسبعينات زين رحنا بالعيد سينما كان بيت الله يرحمه ولد خالتي صالح الدري الله يرحمه الله يرحمه وتعالى موتى المسلمين كان بيته هني، فانا ولده اسمه مهدي ابو احمد. رحنا السينما سينما الحمراء كان فيلم ما ادري شنو، المهم رحنا الظهاري اذن العصر رحنا بس يديني صليتهم اي أيوة وعزكم الله وعز الله السامع المشاهد أيه. تدري العيد كل شيء جديد عدى السعر تراوالي بالعزكم الله ما انشال دشينا المسجد لا تقول طلعت حافي اي والله احنا وين قبل كم قيمته بالمباركيه الله يرحمها امي الله يرحمها كاسر المهري لما انطاح في امريكا نزل هذا يقول 3 دينار قال 3 دينار المهم وانطق ذاك اليوم طيق
شلون ما تحافظ على اغراضك الحين؟ والله تحافظ. اي حرمتني من العيادي الله يرحمه. رديت البيت من غير نعم. اي لا اعطاني مسكين خذيت من بيت خذيت نعاله. منورنا اكيد واكيد مستمتعين مع مشاهدينا في غبقه رمضانيه. الفنان طارق العلي كانت البدايه في المغامرون الثلاثه اي عام؟ اول شيء تاريخ وايد قديم شباب المغامرون عندكم بداية لازم نرجع للبدايه شي تحسسوني شايب لا الله يعطيك الصحه والعافيه طولك العمر والله شوف ذكريات الله يركدنا للاخر والله ذكريات المغامرون ثلاثه بعدها كانت الانطلاقه في مدينه الرياح كان دوري مشهدين من ثلاث مشاهد مع الله يرحمه عبد الرحمن الله يطول عمره اسف الله يطول عمره ويخليه رقص مدينة الرياح واحد فيهم صلاح العوري توفى الرحمة على الحي والميت اي طمعين الله يرحمك الله يطول عمره ابو معاذ عبد الرحمن الشايجي كان مراقب التمثيليات وكنت اضرب له الصبوية وعلى ابو هالمشهد ما توني صغير لا لا اي وكنت بالمعهد يعني مو كان امير الحمراني مدير تاج المهم واعطيك له الصبوية انا ما عندي مشكلة الصبوية لانه جهراوي فمتعود على طريقها وهم مساكين ما يخالف كنا في مزرعة الله يرحمه يغفر له الشيخ عبد الله اليابر الله يرحمه في كاظمة نصور مشاهد بالقصر وبعدين نتغلوا الصبية ايه؟ كان مشهد كان عندي مشهدين نهاية حلقة 25 واذكر بداية حلقة 26 والله بالاخير اي وامي طول الشهر ها معطلها ما ان شاء الله اعرف هالشعر اي وخالاتي يدقون والاهل متى يطلع ومبشر الكل المهم طلعت ولا انا عذبونا كان اموت افا ما عرفت نص دقيقه اي ممثل ممثل اي فحاسبوني على حلقتين التلفزيون ما شاء الله بعدين اي النقله كانت في مدينه الرياح شوف الصدفه كنت اصور مسافر بالهويه مع الله يرحمه كاظم قلب ترى كله الله يرحمه الله يرحمه الله يطول بعمرك ان شاء الله الله يغفر له ان شاء الله ويطول عمر الحي ويطول عمر احبابكم ان شاء الله كان يقول حمد ابو الوفا ترى كنت فيني حبيبي بممر سيد 800 انا اشكر معالي وزير الاعلام بصباح على افتتاح السيد 800 اللي الان ما شاء الله افتتح ما شاء الله ايه مشكورين وزاره الاعلام مشكور وصباح والمزري والاخوان ويوسف مصطفى والجماعه كلهم جاي يقول ها خير جاي يقول لي تعال جاك رزقك يا سلام الحمد لله مخرج منفذ دوري جديد اي خير جاي يقول لي تعال خش البس دي شنو هذا تلبسني لبس العالم ما ابي انا ويا مسافر بالهويه اربع حلقات حلو هذا ولا كان يقول لي خش المشهد يعني زين دبلتها يعني ما ادري انا السالفه ولا مكتوب على الغوله فهد النجار امسي عليه الدكتور فهد النجار وعلى والده استاذ عبد الرحمن النجار زين لبست دشيت مكياج طبعا الشنب يا جهره اي درع عيب ويش تقول؟ واقعد والله انا الحين دشيت ويس اعطاني المشهد احنا ايش نخطط وما شاف بندر وما جي وانا قاعد قال لي ابو معاذ كذي سو كذي سو قلت مشهد كمبارس يا الله نطلع يا الله يستاهل كالعاده اي شوي ولا داش علي الفنانه وجه لها تحيه هدى حسين اي الله يرحمه عمي احمد الصالح ما ادري منهم وطالع شي اخ 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 بيناتهم لا ابو جميل وانا قاعد متسمد مولاي يا مولاي قلت اوه لكن احنا لازم لا يا مولاي وسوي لي كذي نعمان انا يلا سلم عليهم برا وهني مولاي خلص المشهد كان اطق ملابس وقت اعطيهم ملابس ومطلع اوكي شو قلت ترى فين؟ ترى فين؟ طيب بمشي مو هذا دوري تعال انت 30 حلقه واو ثبتوك اي ولا المشهد الثاني ولا ويا استاذه اسمها توفيق اي ما شاء الله والشهيد عبد الرحمن الله يرحمه الرفاعي عبد الحميد الرفاعي الله يشهده الله يرحمه كان الشهيد السنه الماضيه أكيد. الابرار مسجد الامام الصادق افتتاح ان شاء الله بعد كم يوم ان شاء الله الله ان شاء الله ينعم علينا بالوحده الوطنيه اللهم امين واحنا ما دام تكلمنا الله يطول عمره اللي قال هالكلمه وقد الفتنه كلها هذول عيالي وانت نقول انت ابونا الله يطول عمرك يا سمو الامير الله يحفظك المراد هذا اول بداياتي ويا هذا وصرت الحين بالجاره كشخت امان الوالي مو تقول يلا قاعد روح روح بس روح انجب روح يعني العمل كله رسخ في اذهان كل اهل الكويت واهل الخليج يمكن حتى على نطاق العربي لكن في اغنيه حلوه
هي اغنيته اي هذا اللي اكثر شيء انا طلعت بالكادرات زين. يو شلون يوار يوار وفتيني او يما يما يا جذبه بعدين حق الجذب يا حبه يا للشر يا حبه يا باخصينك في كرد السوالف كذي عارفينك طبعا صوت هدى حسين وجه له تحيه كان وقتها صح المسلسل بالجنة لا امي قامت تغني علي بالبيت الشيطان انت اليوم قالت والله يوار يوار والله انت لفتيني مخالد العميد الله وجه له تحيه نبي ننتقل نسولف ما شاء الله انت يمكن بالبرامج قدمت ثمان برامج يمكن يوصلون بين الديو بين ان انت منفرد تكون فيه بين ان اذاعه وبين اللي هو كان قبل بالاذاعه الخاصه نعم الحين انت بتقديم منفرد بطارق مول وما شاء الله بعد ما نقدر نقول طارق حاف الدكتور طارق الماجستيري والحين باجي لي بس مناقشه الرساله ان شاء الله ان شاء الله انا وياك نفس الوضعيه شكلنا بنفس الوقت اسكندريه اسكندريه رايح جاي اي اسكندريه رايح جاي انا بالقاهره اي وجه لهم تحيه اعتقد انت بالارتجال المسرحي ظاهرة الخروج عن النص في المسرح الخليجي بعد بشكتكم بحقيقة علمية عشان احد يقول لك عشان لا احد قاعد في شيء اسمه ارتجال البرنامج المسابقات طارق مول في فقرة جميلة هي كرام الضيف شبتنا سيارة لا جائزة فلوس انا جايب لكم كرم بس لقيت الكرم عندكم اكثر مني الله يسلمك الله يسلمك ويبجيك ما يندرى هذا نقد لاذع لا والله انتم الله يسلمك مشكور شوف بقول لكم شيء هنقول عن الفوز عن اللي فازوا معاك والسيارات ويعني ما شاء الله هالمرة ما في وايد برامج ومسابقات يعني اول شيء اشكر الاهم الشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله نعم الشكر لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق ومعالي وزير الاعلام وزير الشباب يعني احنا نسمي الاخ الكبير الشيخ سلمان محمود الصباح بالصباح والاخ ايضا المتواضع ايضا وكيل وزاره طارق المزرم الاخ يوسف مصطفى وكيل شؤون تلفزيون الاخ محمد الشمري وكيل الشؤون الاداريه والماليه السيد محمد العواش نعم الاخ محمد المصري عادل عطله في اسماء ساعدتنا ان نقدم هذا العمل في التلفزيون وانت تستاهل الله يخليك وسامحني اللي ما قلت اسمه طبعا لكن الاخوان اركان الوزاره طبعا ايضا اخونا مشجع كبير الشيخ فهد المبارك اكيد اي ابو مبارك ما شاء الله هذا البرنامج اخذناه احنا ورحنا حق الشركات للامانه هم ترددوا بعض الشركات وعدونا وترددوا أي. ومن حقهم ما نقصب اي شركه تدش معانا قصب اكيد لكن احنا كنا نجيهم مو عشان طارق يدشون عشان تلفزيون الكويت تلفزيون دوله الكويت طبعا يعني اذا احنا ما ندعمه كشركات يعني احنا خلنا اقول عبطها اي قول يعني نبيها الشركات خيرها منين؟ هالخير اللي يجيها منين؟ من الكويت من الكويت طبعا تبخلون على تلفزيون الكويت بالرعايات هي مو قضيه انك تدش دعايه ولا انا سوري بهالكلمه اشحت عشان تدشون عندي ومو داش بجيبك كله هدايا حق الجمهور في نقطه مهمه الناس تبي اهم تعرفها انا لما اجيب شركه في شركات قالوا نعطيك جوائز بس هذا في شيء وزير الاعلام مشكورا لحد معين في امور قانونيه صحيح اليوم الاعلان التجاري محكوم بقانون دوله هذا مو أكيد. قناه خاصه بمزاجهم يعني بصباح حاول يساعدنا الاخ طارق الاخت انا دائما منيره الهويدي ايضا هذه ورده الوزاره حبيبتنا اختنا حاولت تساعدنا لكن في قوانين لوائح فاي اقول انا هالنظاره من نور عبد الله تعال ادفع اسم المعلن بتحط اعلان بالاستديو يطلع فحل هذا اللي احنا حاولنا نفهم الشركات ان انا لما تعطيني جائزه تعطيني كاش وياها علشان انا اغطي شغل الوزاره طبعا شباب لا يسالون الوزاره ديوان المحاسبه لان انت عارف شفت ما في بعض الشركات حط له شروط بعض قال لي اخوي عيسى وجه له تحيه بس عليه ابو عبد الله المغامر صراحه قال لي كم سياره ناخذ؟ شرينا سيارات من حسابنا الله من حسابكم انت؟ اي نعم من حسابي مو شويه ست سيارات ما شاء الله وشفر لي هذيلا اي الجواز شرينا اجهزه الكترونيه يعني كل حلقه اقط لي 6000 دينار هدايا زين؟ اي 7000 قلت ولا منه تحد ولا منه تحد
انا يوم رحت اهني سمو الامير او ثالث يوم رمضان عسى الله يعود علينا وعليهم. اللهم امين. قاعد الشيوخ الله يحفظهم يقول ها يلا يلا انا لاني رحت ثالث رمضان عشان اشوف رده الفعل. شفناك مع المهنيين حتى قلت بحلقتك انا شفت الحلقه الصراحه. نعم. سمو الامير طبعا مستقبل عيال الكويت كلهم. ف يسالوني شيوخ سمو رئيس مجلس الوزراء يقول لي ها شو البرنامج يلا شد الحيل كلهم قاعد يشجعوني. بس الناس ما تدري ان انا شاري هذا كله على حسابي. سيارات على حسابي كل شيء على حسابي. شركات في منهم الله يجزاهم خير شركات دفعت باللي وبعدين احنا حطينه. انا ما الزمك تدفع ل 100,000 في عندك اكثر من سعر تقدر تدش معانا. صحيح. الشركات ما كانت واثقه. اي وبعضهم خنك اقطها على البراد. انه يقول لك ها تلفزيون الكويت ليش في تلفزيون الكويت؟ تلفزيون الكويت تلفزيون طلع هالقنوات هذه اكيد ويستاهل حتى لو انت تقول مو مشاهد يستاهل الكويت يستاهل انك تحط فيها. وتلفزيون الكويت الان انا ادش دواوين ما امدح عشان الوزير يقول لي شكرا. الكل يتابع. تحول اتش دي تغيرت امور كثيره. الشباب اللي بالوزاره من قياديين اليوم تلفزيون الكويت بثه تقعد طالع كانك تطالع قنوات اوربت ولا ام بي سي ولا هالقنوات اللي صورتها حلوه. اكيد قنوات مهمه اكيد وصار تلفزيوني انا من الاولين. ترى انا ان شاء الله حادني يبا ما ابي مسابقات رمضان اقعد اقط شيء من جيبي لكن اقسم بالله ولا ترى عشان يقولوا طارق كفو لا لان انا ابي اقول حق الناس ان تلفزيوننا يستاهل وهذا لا خير على رقبتي يشتغل. احنا نقول من كريم الى مستحق اكيد هذا واجبنا تجاه لان افتحوا لي بيبانهم الوزاره اكيد. وبصباح كل ما جاب لي يلا انتم عيالنا والان الاعمال الدراميه الكويتيه كلها مكتسحه تلفزيون الكويت الحمد لله. ابو حمود يعني راحت السياره الاولى حق بنت الصغيره ما عندها اجازه شلون تعطيها سياره؟ ابوها ياخذها حق ابوها. اسمها البندري والثانيه من الامارات. شوف الصدفه اثنينهم عمرهم 12 تقريبا. اثنينهم عمرهم 12. اي ما شاء الله. واثنيناتهم من الكويت؟ اي إيه؟ ولا وعندنا الازمه حلوه. صاحي كلنا عرفنا. لا لا انت تدري ايش تقولين؟ قولي صاحي يا قولي انا بنيت قلت كذي يعني إيه إيه لازم. انا كلها سمعت صاحي بعد كلها شباب كانوا قولي صاحي صاحي يا البدله وين؟ البدله هذه ما تعمل الحين باخذها من السكرتيري وين تعليمتها خلينا نشوفها خلي تبارك برنامجنا. مهندس الديكور فاطمة غامس استاذ جابر الحربي المخرج النعمان حسين المخرج المنفذ الاعداد حسين شايع عبد العزيز حشاش المؤلف الكبير صراحه الكاتب جمان الشراح الانتاج رائد حسن معانا محمد امين حميد بعد في اسماء والله ويانا غازي شمري احنا بعد قاعد نشوف لقطات على الهواء من البرنامج وضيوفك ما شاء الله اللي الحقيقه للامانه المصورين يعني ملتزمين باوقاتهم بس عفستهم انت يا ابو يا انا بقول شيء هؤلاء الشباب وهذا اللي وزير الاعلام هالكلمه واللي وكيل وزاره ما يصيدونك ما يصيدوك لا لا انا بقول يا جماعه ترى مو احنا النجوم في الاعمال لا انتي ولا اخو الجنود النجوم هذيله اكيد اللي خلف اللي قاعدين ورا الكاميرا مو عشان لا طلعت تقول لك كفو محمد المصورين هذيله اللي مكافاتهم بسيطه صاد حلو ترى احنا لو رحنا لغات اسف طبعا. ناخذ هبكه ما عليه مو لا احنا بالتلفزيون ما ناخذ منه لا بس برا ترى هذيله مصورين قسم عليهم من سياراتك طارق المزرم او محمد الشمري هذيله ما يخلص رمضان الا كشوفاتهم موقعه استلم عيديته عطنا سياره يا سياره شارك شارك لكم منك لكم منا سياره بعد اطلع عليك اشاعات انت اللي قلتي انا ما قلت من السيارات عموما البرنامج ما شاء الله حلو ان انت هالمره بروحك ومعاك بعد نجوم قاعد تاخذهم وجبت واحد من لبنان على فكره اي والله ما اعرف اسمه بس وهم سوى المسابقات ويانا يعني حتى في ناس سبتهم من برا كلهم على حسابي اي لكن الوزاره تعاونت معانا اعطتنا سياره واعطتنا يعني مو سياره جائزه سياره البث يعني هم جهودهم طيبه الوزاره ما قصرت عشان يطلع اكيد البرنامج باحسن صوره اي نعم وش معنى هاللبس عشان لا لانه على فكره في ناس عبالهم انه مول صدقي نفس هذا اي صدق هذا ديكور
اليوم انا في مأدوبه الله يطول عمره الشيخ علي جابر الاحمد صباح الله يطول عمره الشيخ، وسالني سؤال هذا مجمع ولا هذا قلت له هذا مول اي لا هذا بالاستديو وسوينا الديكورات. الحقيقه اليوم احنا عندنا شباب طاقات حلوه، مهندسين ديكور، مخرجين، عندنا يعني سواعد كويتيه يعتمد عليها. نعم، وهذا اللي تشوفونه ديكور هذا شباب كويتيين، ما يعني انا اذا ما كان كويتي من رباط الكويت اي جنسيه اخرى اكيد بلا شك. الفنان طارق علي مره بلشت الحلقه ودورك ادورك ولا طالع من بنك. اي هذا اول حلقه قلت وين. حتى البنوك شوف بعض الشركات هم بقول اعول عليهم بسيط، بس الشركات بعضهم خافوا يدشون ما يدرون شنو موضوعي شنو مول. الان بعد 8 حلقات او 7 حلقات اعتقد وضحت الرؤيه انا حتى سويت الماكينه هذه حق البنوك. يعني اليوم انت تقول انا بنك، انا بيك تستفيد بالبرنامج لما احط شعارك كرعايه. المحلات حطي الاعلانات علشان انت المحلات اي وهذا يندفع عليهم فلوس مو ببلاش. عرفتي؟ عشان كذي كانه ياجر بوث. يعني لا بالعكس، انا يعني انا اوجه تحيه حق اخوي وليد المرشود للامانه. يعني هذا كلمه حق يمكن هو لكن الرجل سعى معاي الله يذكره بخير ابو مرشود، دش ويانا وكلمنا شركه سيارات بس ما اتفقنا وياهم، ولهم كل احترام وتقدير. يعني اللي ما يصير معانا انا ازعل عشان تلفزيوننا، مو داش شيء بجيبي ترى، وحتى ولا هو داش والفلوس اللي ناخذها مو داش بجيب التلفزيون. لازم يعرفون الناس ان تلفزيون الكويت ما يدور على الربح، لان تلفزيون دوله العمل اللي قاعد يشتغلونه مو عمل ربحي، يعني مو قناه اعطني اخذ اعطيك، لا انا كله وزاره الماليه صندوق الدوله اكيد، يعني ما حد مستفيد منه. متى نزورك انا ومحمد ان شاء الله على برنامجك؟ تيون الحين طلعوا لا الحين ما يمدينا صراحه. من عندك ضيوفك؟ 12 اليوم خلص 12؟ اي بدايتي لا 12 الا ربع، قامت منا ربع ساعة ترى. زين مو مشكلة، لا انا ما اخذكم ان شاء الله بعد 30. من عندك ضيوف اليوم؟ اليوم والله مرام. اي ما شاء الله. باكر عشان الناس تستانس، باكر كله كاش. الله يا سلام باكر. عيسى العلوي عفس الدنيا. هذا كلام ضيف كل الحلقة. اي والله شوف احنا بنونس العالم. يعني للأمانة الناس اليوم ترى يتصلون علينا اهم ناس الله مرهي عليهم صح، لكن وناسة الفوز يعني عفوا واحد مليونير لما يدق يقول انا ولد فلان فلان ونعم فيكم جميع المشاهدين طبعا. يمكن شفت تعليقاتنا هذا مو محتاج، لكن شنو يبي يشارك ويربح ساعات 50 دينار 100 دينار يضحك مستانس. هذا القصد. حلو. الفنان طارق العلي، يعني انت مثل ما ذكرت قبل شوي قاعد تزور دواوين اهل الكويت. نعم. وايضا لك مشاركات من خلال الاعمال الخيريه، يمكن اليوم قاعد نشوف عمل خيري او حمله اسمها ذخر بالتعاون مع جمعيه التكافل لرعايه المساجين. نعم. كلمنا عن دورك في هذه الحمله او هذه الحمله بشكل عام. شوف انا بفضل الله الاخت المحاميه نوجه لها تحيه مريم البحر اتصلت فيني، ووجه تحيه لرئيس جمعيه المحامين الكويتيه الاستاذ ناصر الكلاوين ابو حمود والاخوان العاملين ايضا في حقوق الانسان. عندهم حمله ذخر تهدف الى المساهمه في اطلاق سراح المساجين الغارمين على قضايا ماليه، هذا ترى حكي محامين في بهالشهر الفضيل، بالتعاون مع جمعيه التكافل لرعايه السجناء، وعندهم هاشتاج ذخر. على فكره حتى التبرعات ما ياخذونها الجمعيه، لجنة التكافل لرعاية السجناء، يعني في لجنة معروفة. إيه. نعم. فاتصلوا فينا فنانين رياضيين، توني شفت الشيخ دعي الخليفة. فإحنا اليوم هذا دورنا يا جماعة، إحنا التبرع مو بس برا الكويت، داخل الكويت لا في ناس فعلا محتاجة. أنا حتى رحلات الصومال في طفل اللي الله يعزكم ويعز السامع والمشاهد اسمحوا لي بهاللفظ يتبول من هني مسكين. اتصل فيني الاخ خالد الجهيم اوجه له تحيه اللي ودانا الصومال، انا والدكتور ماجد العنزي وفهد بشاره وعبد الرحمن بداح وعثمان الفايز، رحنا الصومال. فالان تكلف عمليته 5000 دينار 5000 وشوي. هذه لجنه الرحمه العالميه. اليوم احنا كفنانين مو بس نمثل،
لا لكم دور اصلا استانس يا معود يدخلوا لك طول السنه جمع تبرعات حق العالم. فهذه الامور في شهر الفضيل في ناس ما تدري وين تودي فلوسها تعال بوي. حتى في عوائل غير كويتيه وعوائل هم كويتيه متعففه نطق البيبان مو عيب ان نساعد الناس ونطلع المساجين حرام مسجون على 2000 ولا 3000 دينار. شاب حاجيه زميلنا من يومين يعني كان يقول ابو محمد في وحده مطلوبه 20,000 باجي عليها 3000 دينار وجمعنا لها مره كبيره مقطوطه بالسجن هذه احكام. طيب هذه ليش على 3000 تقعد تنقع بالسجن؟ وكثير من الحالات الاخوان الحين انا استانس على الحمله عشان هالسالفه. عسى ميزان اعمالك ان شاء الله. وهذه دعوه اكيد لكل من يتابعنا وتوجهت لكم الدعوه من الفنان طارق العلي. كثروا من الخير اكيد في شهر طبعاً. الخير هذا الاخ احمد مشعل مطيري يعني اليوم تغدي عند يصير خاله الشيخ علي أي. قال ترى في فلوس جاهزه يا سلام هذا يلا هذا اول الخير اول راعي من العمه ام علي شلون متغدي عنده متغدي متغدي متفطر متغدي. لا بعد ابلش الريال متغدي لا متفطرين اليوم عند الشيخ علي هم قاعد افتح الموضوع وياه والعمه العمه موضي الله يطول عمرها عندها مسجد بس جنوب السر راح نصلوا فيه الله يجزاكم خير كلمتي قالت يا وليدي الخير بقباله فقاعد اتكلم على هالموضوع الحمد لله تو دايز قال ترى الخير موجود يلا شوف مو قاصر لا ماديا ولا ما شاء الله شهره وهالمره ممثل في بعد مسلسل سيلفي خلينا نتكلم عن الموضوع كذي على عجاله مع الناس مثلت انا مو بسيلفي بعد مثلت في موضوع اهم من مواضيع حساسه كلفت من قبل المملكه العربيه السعوديه أي. وهذا شيء فخر لي وشرف تكلمنا عن الطائفية أي. عن الفتنة الطائفية صحيح. في المملكة العربية السعودية وعرضناها بالدمام في الشرقية أوجه تحية لأمير منطقة الشرقية أكيد وسوي لك تكريم شفتها بالإنستغرام سعود عندك صاحب السمو الملكي سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود فضل الله سوينا المسرحية عن الطائفية صح. شارك معاي أخوان السعودية في سيلفي تكلمنا شيء نوع كوميدي يعني فارس أي. وسوينا حلقه وهذه انا سعيد جدا بمشاركه مع الاخ ناصر غصبي والحمد لله اللي قصده ماخذ البطه اي لا طلعت وزع بعد لا هو شوف اليوم كثير لغط يصير يطلعون عليك اشاعات ان انت مختلف مع فلان ولا مختلف مع فلان صح وانا كنت سعيد يعني بالتعاون مع الاخوان ناصر الغصبي اللي مواضيعه جريئه في سيلفي اللي اتمنى الان من خلال هذا موقعنا الكريم في برنامجكم الطيب ان تفك الرغابه شوي وتوخرون على الحساسيه وحتى اذا في نائب بيستجوب يقول لك لا احنا هم عندنا ونحتاج مواضيع قويه اكيد احنا فنانين الكويت مو قاصر علينا مواضيع صح وعندنا الجرأة نقول وانا في مسرحياتي اقول لكن احنا نبي هم بعد التلفزيون هذا شيء توجيهي بالعكس إيه؟ يعني يفيد يعني تقص فيه رده فعل الجمهور وتوجههم على طبعًا. امور يمكن ما يعرفونها ولا يبخصونها أكيد. انا اسمع ما شاء الله يحاكونا عن الفراري فراري اللي بالسلفي سيارتك ولا لا حمراء سياره برا الكويت لا سيارتي حاكرها ولدي حمود قالوا بينظلونك نظله جماعيه الفريق لا الحمد لله فضل من الله شنو سيارتك؟ نعم انا عندي لكسس شوفي انا من قبل هوندا سيفك بالجهره شوف الخير من الله ما شاء الله الرازق اي انا اقول ما الله يعطينا اقول له ونعم بالله الحمد لله الله اكرمني والدتي الله يرحمها كانت عانى من شؤون لان احنا ايتام وابونا متوفي كانت تاخذ 60 دينار من العم بدر طميان الله يطول عمره اي والحين املك فضل الله ثم هالديمقراطيه بهالبلد وهالجمهور الكريم بالكويت والخليج عندي بالله الحمد لله بالعقيله فضل الله عندي بنتلي وعندي مرسيدس الله جيري وعندي فراري لكسس ولكسس ما شاء الله وعندي خير من الله وعندي اللي اهم من هذا محبه ان شاء الله اكيد الله الناس. محبه الجمهور انت احنا ما نبي نعطلك عندك بعد شويه مسرحيه قبل البيع عندك برنامج ترى ما عندك وقت انت شارع لا زحمة على اي سياره جاي بالاكسس يسالون كلهم ما شاء الله الكل بيعرف شوف احنا عندنا هني يستانسون على الحكي ايه؟ فيقول ايش عنده؟ ايش عنده؟ اي عندي
عندي خير من الله. عسى الله يرزقك ان شاء الله. عندي شيء اللي ساترني. اكيد الحمد لله. ولا عسى الله يزيدك. عسى الله يرزقك. لا 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 بس. عسى الله يزيدك يا فنان الجميل طارق العلي ويزيدك من محبة الناس أكثر وأكثر ومن نجاح إلى نجاح حقيقة لما نشوفك إحنا على شاشة تلفزيون دولة الكويت أو أي قناة ثانية حقيقة نفرح ونسعد ونتشرف أكيد. الله يحفظك والله. تخيل من بين الأسئلة اللي يسألونها والله قاعد ألقط لك الأسئلة من الجمهور الواقف. إيه؟ السيارة القبلية شو اسمها؟ الهوندا موجودة؟ سيفك سيفك. لا راحت خلوها باقوها. شلون باقت؟ أيام غزو. يزعلك أنا سوبر 84. ما شاء الله تبارك الرحمن لك طولة العمر. أبو سيرتي كان سيارة أخوي العود. والله. ترى الكويت قبل. شوف قبل الكويت قبل الصغير. إيه. الكبير يلبس إخوانه تحته. إيه. حتى عزكم الله النعال قبل ما يقط ينقط. لبسونه الإخوان. أكيد. إيه تلقى عادي طبج حمرة يعني قبل ما لابس أنا لبسه مع بعض. إيه. أحقمنا شوي انتزيمة. إيه. أنا عندي كلمة أقولها. قولها. هم وأوجه أول شيء الناس اللي تصور أكلها وفطورها كل يوم أقول لهم لا تصورون أكلكم وفطوركم لأن في ناس موائدها بسيطة صح ما عنده استطاعة أنه يحط الكم فاحترموا مشاعرهم صاد تصور أكل بس ما لا تعرض مو الاستعراض إيه نعم وإن شاء الله أسأل الله في الليلة المباركة أنه يلقون الولد عبد العزيز العازمي اللي عيال الكويت فزعتهم يعني مشرفية طلعوا فزع شباب يدورون عليه ورجال الداخلية ما قصروا يدورون عليه وعيال الجهرة إن شاء الله يلقونه هلا وتغر عينهم في يا رب اللهم آمين نشكرك فنان الجميل طارق العلي وموفق في حلقة اليوم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله نزورك يوم من الأيام أنا وزميلتي لا تكونوا ضيوفي إيه بنيلك الصراحة بنشوف المول بنشوف نشارك يمكن معاك بالحلقة سيارة ولا قاصر علينا شيء لا 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 إذا هذا ما في صوت يمكن تطلع لنا هوندا سيفك شيء لا لا في شخص أيضا يعني في أثناء بمحاسبة البرامج مشاري عبد الغني والأخ ياسر والأخ أحمد وهذيل في المحاسبة مزاكين ترى هذيل كرفوا يعني هم مزاكين يستاهلون كل خير إيه لأنه تحملنا هو بالوي يا عبد الغني وأنت توزع تمشي توزع بهالجوائز على جمهورك بفلوسي ما خلت شيء داش أنا بفلوسي بفلوسي شلون يشاركون قبل أن نختم معك لقائنا شلون يقدرون يشاركون معك هم يدشون على هاشتاغ طارق أندرسكور مول ايه وفي بتويتر ومن هناك تعلمون نعم. من هناك تعلمه وشاركه لأن في شركه اسف ايه؟ قبل اختم ايه؟ في شركه هي اللي تستقبل مو في حرف ام اي ام ميم او ام ودش مسابقه خمستين ثمانيتين خمسات اربع خمسات اربع خمسات ايه؟ في شركه هي اللي مسؤوله اخوان هم اللي يستقبلون انا ترى صوتي بالرد الالي اللي معك قبل شوي كنت اقول لك اللي شايف فالهم انا الخير انت الخير انت نور الله يسلمك مشكور وما قصرت وان شاء الله تستمتع اكيد بطريقك تصدقوني عندي فراري جيب بس قدام حالك طلع كلها مكتوب بالحج قهوه ليت عربي واقف برا يعطيك العافيه وان شاء الله يستمتعون معك جمهورك بعد شويه يلقونك 12 الى ربع راح تكونوا على موعد مع الفنان طارق العلي في طارق مول وجوائز كثيره وسيارات واليوم فاتح لكم التشيز شاركوا واستمتعوا الله غير الأخت منيرة الهويدي جزاها الله خير الإعلان التجاري الأخ الله يذكر خير بندر عبيد مهم الكل الكل بلا استثناء ان شاء الله الكل بلا استثناء اي والله ما قصروا يعني الوزاره سوت اللي عليها الحمد لله وانت تستاهل احنا ما يعني هم نحترمهم والشركات اللي ما شاركت ترى على عيننا وراسنا ونقول الكويت ها يعني تستاهل كل خير طبعا اكيد ومشاركتك الصراحه في تلفزيون الكويت اكيد لها اثر كبير على الجمهور الكويتي او الجمهور شرف لي من خارج شرف الكويت شرف والشرف لنا احنا بعد ننطلق على برنامجك بعد شوي ولا من تنطلق تقعد تقعد ولا مش احنا نروح يدنا نروح يدنا اكيد مشاهدينا كان هذا لقاء جميل مع الفنان طارق العلي والان ننتقل الى فقره مثل ما عودناكم عن فقره كلام اول نشوفها وراجعين لكم مع غبقه رمضانيه